صباح الخير واهلا بحضراتكم في هذه التغطيه الخاصه هكون فيها مع حضراتكم انا آلاء شتا. الحقيقه في الفتره الاخيره يعني ممكن نقول انتشرت العديد من الشائعات والمعلومات المغلوطه والخاطئه المتعلقه بالفنانين، وبيتم تداولها يعني تداول هذه الشائعات بشكل كبير جدا على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا. والحقيقه يمكن يعني اللي بيروج لهذه الشائعات ممكن نقول ان هو بيستغل يا اما غياب الفنان وقله ظهوره الفني او مرضه على سبيل المثال في ترويج هذه الشائعات. ده بالتاكيد علشان يعني يلقى تفاعل كبير من كل رواد ومستخدمي مواقع السوشيال ميديا. يمكن جاء من اخر هذه الشائعات تغريده منسوبه للفنان القدير طبعا اسامه عباس، واللي بيطلب فيها من المنتجين اعطائه ادوار في اعمالهم، وكتب في التغريده انه رغم تقدمه في السن لا يزال قادرا على العمل والابداع. الحقيقه التغريده اثارت يعني ردود فعل واسعه جدا على كل منصات السوشيال ميديا، لكن الحقيقه كانت يعني هذه التغريده مجرد شائعه. من جانبها اصدرت نقابه المهن التمثيليه بيان اكدت انها هتقدم بلاغ ضد كل مروجي هذه الشائعه، وعلى خلفيه ذلك تواصلت طبعا زميلتنا الاستاذه زينب عبد الله الكاتبه الصحفيه بقسم الفن بجريده اليوم السابع مع الفنان اسامه عباس واجرت معه حوار هنعرف تفاصيله منها هي شخصيا معانا عبر الهاتف علشان تحكي لنا كل التفاصيل. يا استاذه زينب يعني صباح الفل على حضرتك، ودايما كده يا رب متالقه ومتفرده بالاخبار والتصريحات الهامه، منورانا يا فندم في التلفزيون اليوم. صباح الفل، ازيكي الاء؟ عامله ايه؟ ازي حضرتك؟ صباح الفل على كل الزملاء التلفزيون. صباح الخير. يعني كلمينا عن تفاصيل مكالمة حضرتك مع الفنان أسامة عباس بعد التغريدة ورده عليها. الحقيقة أنا بتواصل مع الفنان الكبير أستاذ أسامة عباس بقالي فترة، يعني مش أول مرة أتكلم معاه، ومن أول ما قريت التغريدة كنت متأكدة يعني يقينا إن هي مش ده مش كلامه، يعني لا هي شخصيته ولا ده كلامه اللي بيقوله دايما حتى في التصريحات، في الكلام اللي هو الشخصي حتى اللي بعيدا عن التصريحات الصحفيه. مش نهى الكلام اللي معتاد يطلع بيه يعني او تصريحات، لا مش ده الكلام، لا يعني انا يعني بتواصل معاه يعني من حين لاخر، ودايما بساله يعني فينك وعايزين نشوفك والجمهور مشتاق لك وكده، فكانت دايما ردوده ان هو يعني بقاله فتره طويله بيقيم في الساحل، يعني قاعد في هدوء ومع الاحفاد واولاده وكده، وبيقيم يعني يمكن كان بيجي لما بيبقى فيه اعمال فنيه بيشارك فيها، واخر الاعمال الفنيه اللي شارك فيها كان مسلسل سابع جار ومسلسل عوالم خفيه. صحيح. وبعدها هو يعني حتى لما كنت بقول له كان بيقول لي انا يعني بقول له وحش الجمهور، يقول لي انا مش عايز اعمل حاجه الجمهور بدل ما يقول انت وحشنا يقول انت عملتها ليه. فده كبرياء الفنان وحبه الفن واحترامه الفن واحترامه لجمهوره، هو دايما بينتقي الادوار، يعني مش عايز يعمل اي حاجه، يعني هو مش عايز مش فكره حتى التغريده بتقول عايز اشتغل، لا هو عايز يعمل حاجه ليها قيمه، حاجه خاصه تكون حاجه ذو قيمه، حاجه تتناسب مع تاريخه وخبرته وموهبته، يعني مش مجرد شغل يعني. وبالتالي هو يعني بيعرض عليه ادوار، مش ما بيعرضش يعني، بس هو بيرى ان الادوار دي مش مناسبه ليه، مش مناسبه، مش هتقول يعني مش هتضيف لتاريخه ورصيده يعني. نعم. فانا تواصلت معاه بعد التغريده، وانا طبعا متاكده ان هو مش يعني ما ده مش كلامه يعني. فهو اصلا استاذ اسامه يعني ملهوش، يمكن يعني مش متفاعل على السوشيال ميديا، ملهوش حسابات على الفيسبوك او تويتر. او طب عارف الخبر والشائعه المنتشر ازاي يعني؟ طالما هم عندهم هو عارف من ابنائه واحفاده وناس وصلوا له الكلام يعني. هو حتى يعني ما ردش على التغريده، يعني يمكن هو جاء يعني جه الرد بتاع نقابه المهن التمثيليه قبل حتى ردود الاستاذ اسامه عباس، حتى بيقول لي هم يعني اللي يعرفوا الاستاذ اسامه يعرفوا ان هو ما يقولش الكلام ده، فحتى بيقول لي الرد بتاع نقابه المهن التمثيليه ردوا من قبل ما يتواصلوا معاه، يعني من حتى يعني هم عارفين ان هو ما يقولش الكلام ده، وان الكلام ده فيه يعني فيه تقليل من شان من قدره الكبير ومن يعني بينال من هيبته ومن كبرياءه ومن خبره الفنانين الكبار. فهو حتى كان ممتن للبيان اللي طلع بشكل، لانه
يعني عارف ان الناس اللي حواليه والناس القريبين منه يعرفوا ان هو ما يقولش الكلام ده، يعني ما عنده كبرياء وعنده من الخبرة وعنده من الأدوار وعنده من الاكتفاء بانه حقق تاريخ حلو طبعا بشكل كبير. لكن هو مع ذلك يعني رغم ان هو بيقول ان لا اللي بيتعرض عليا أدوار لا تتناسب معايا، لكن هو طبعا بحب الفنان لفنه هو عايز يشتغل، يعني عايز يعمل أدوار بس أدوار حلوة أدوار تتناسب معاه. فهو انا حتى لما قلت له طب يعني انت، قال لي انا مستريح ومستجم وعارف تطور الحياة وعارف تطور انه السن لما يمكن عندنا احنا ازمة حتى يمكن في الكتابة الفنان لما يعني ازمة في الكتابة للفئة العمرية اللي هي اكبر سنا رغم ان هي بتبقى اكثر خبرة يعني. فدي دي ازمتنا احنا في الكتابة مش ازمتهم هم يعني. وهو سبب رياضي يعني بيحب ينتقي دايما الادوار اللي هو هيطلع فيها زي ما حضرتك ذكرتي، لكن هل ممكن نشوفه يعني في اي عمل قريب؟ هل هو صرح لحضرتك ان هو مثلا ممكن يبقى عنده اي حاجة نشوفه فيها قريب؟ هو يعني فكرة قريب أو بعيد دي هي مش محددة بالنسبة له، لكن هو بيقول إنه هو لو تعرض عليه حاجة حلوة بالطبع هيعملها. يعني رغم إنه هو في بداية المكالمة بيقول لا أنا كفاية كده 50 سنة وكفاية كفاية طبقا لأنه ما بيتعرضش عليه حاجة مناسبة يعني. لكن هو طبعا بحب الفنان لفنه إذا تعرض عليه حاجة كويسة بيقول طبعا هعملها. طب هو من وجهة نظره يعني ايه الشروط اللي هو حابب يلاقيها في العمل الفني؟ يعني بصي الاستاذ اسامه عباس ده يعني انا دايما اقول عليه ان هو صانع، يعني في فئه من الفنانين كده اسمهم صناع اهداف نجوم خط الوسط اللي هم يعني يعملوا اهداف، يعني هو ما بيبقاش بطل البطل الاول للعمل لكنه بطل فضوله. فهو لما سالته هل مثلا يعني حتى لما قال لي الادوار مش مناسبه قلت له هل الادوار صغيره؟ فبسرعة قال لي لا أنا ما يهمنيش الدور صغير ولا كبير، أنا اللي يهمني القيمة اللي بيقولها الدور، الرسالة اللي هيوصلها، مش مهم حتى أنه يعمل مشهد لكن المشهد ده بيقول فيه إيه. فده فعلا دي قيمة الفنان الكبير أنه هو يبقى نجم في الدور ونجم في المشهد ونجم في الحاجة اللي هو بيقولها اللي ليها قيمة، وهو ده اللي بيخليه يفضل والناس تحبه وتفتكره يعني. طيب خليني يعني ارجع مع حضرتك مره تانية لقصه الشائعه، يعني كنت عايزه حضرتك توصفي لي احساسه، هل كان متضايق؟ كان ايه رد فعله؟ كان حاسس بغضب؟ بصي هو ياخد خطوه مثلا نحو من روج هذه الشائعه؟ لا هو بصي دي مش اول شائعه بتطلع على الفنان اسامه عباس، يعني يمكن قبل كده يعني في شائعات تتعلق ربنا دي طول العمر يعني يعني تبقى في بعض الكلام عن صحته عن يعني ربنا يديله طولة العمر يعني عن يعني يمكن من الفنانين كتير اللي هو بتطلع شائعات عن وفاتهم يعني ربنا يديهم الصحة والعمر. فدي مش أول مرة هو بيستقبل الشائعات دي، يعني يمكن ما بيسمعش يعني لما بتوصله بياخدها بشيء من التندر بشيء من هو ما بيهتمش يرد عليها بشكل كبير يعني لأنه عارف إن ده يعني الناس بتكتشفه الناس بتستغل ده، بعض الناس بيستغلوا ان الفنان الناس غيابه زي ما انت ما قلتي شعبيته والناس بتحبه فبتعمل رواج بالاخبار المزيفه دي لبعض المواقع او لبعض الاكونتات على الحسابات المزيفه. فهو يعني هو مش بيهتم يرد عليها بدليل ان هو يعني كانت نقابه المهنه التمثيليه اللي كافته ان هو يرد عن هذه الشائعه. لكن هو طول الوقت يعني حتى انا لما يعني طبعا هو حاسس بحب الجمهور وان اللي عمله يعني التاريخ الطويل ده طبعا باقي عند الناس حتى لو هو بقى له فتره مثلا ما يعني يمكن من طبعا قيمه وقامه وتاريخ كبير جدا. فهو يعني دايما بيوصل رساله لجمهوره ان يعني طبعا وحشتوني، يعني هو قال لي الجمهور انا كنت عايزه اسال حضرتك بالفعل عن الرساله لو هو في رساله معينه حابب يوصلها لجمهوره. هو بيقول انا الجمهور وحشني وزي ما هم زي ما انا وحشتهم هم وحشيني، لكن انا مش عايز اطلع في دور يقولوا لي انت عملته ليه او يزعلوا مني. فهو كانت رسالته ان انا لو عملت الادوار اللي بتتعرض عليا الناس هتزعل مني، يعني مش هتقول ان هو مش هو ده الفنان الكبير اسامه عباس اللي احنا تعودنا عليه من ادوار. يعني قد يكون طبعا هو بخبرته الطويله عارف الدور اللي بيتعرض عليه هل هيبقى مؤثر ولا لا، هل يعني هيبقى
الجمهور هيعجبه ولا لا. فهو مش عايز يشتغل يعني يبقى خلاص موجود وخلاص، هو عايز يبقى موجود ومؤثر، لانه هو طول تاريخه موجود ومؤثر، بدليل ان هو ما كانش بطل اول للاعمال اللي بيعملها، لكنه قدر يبقى مؤثر، قدر يبقى موجود وبطل حضور، وقدر يعمل الخير والشر والكوميديا والتراجيديا. يعني الفنان أسامة عباس يعني من الفنانين اللي عندهم قدرات فنية كبيرة جدا، يقدر يجسد أي دور بيعمله ويقدر يتنوع في الأدوار. يعني تشوفيه في أعمال كوميدية، تشوفيه في أعمال يعني مثلا الدور العظيم اللي عمله دور إسماعيل المفتش في بوابة الحلواني، تشوفيه ده من الأدوار الكبيرة جدا. في المقابل هتلاقيه عامل أدوار كوميدية مثلا زي ليلة القبض على بكيزة وزغلول ورجال العالم التحدي وحاجات كتير عاملها، هو فعلا يعني كل كوميدي وتراجيدي وشفناه في كل الأدوار اللي ممكن يعني يقوم بيها فنان كبير بحجم طبعا الفنان القدير أسامة عباس. أنا طبعا يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتبة الصحفية الأستاذة زينب عبد الله بقسم الفن بجريدة اليوم السابع، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الكم من المعلومات وعلى مداخلة حضرتك معنا. شكرا. ألف شكرا. مع السلامة متابعينا، الشكر موصول لحضراتكم في كل مكان. دي كانت تفاصيل يعني الشائعة التي انتشرت عن الفنان القدير أسامة عباس خلال الفترة الماضية، يعني بالتأكيد أنه مثل ما ذكرت طبعا الكاتبة الصحفية الأستاذة زينب عبد الله، يعني تاريخ وباع كبير جدا للفنان القدير أسامة عباس، كلنا بنحبه، وهو يمكن معروف عنه أن هو بالتأكيد بيحب دايما أن هو ينتقي كل الأدوار اللي هيقوم بيها، وده كان سبب غيابه، لكن بالتأكيد هنرجع ونشوفه مرة تانية قريبا جدا في عمل فني كبير يليق بقيمة وقامة كبيرة بالسوق. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وانتظرونا في تغطيات ومتابعات إخبارية جديدة على مدار الساعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.